الناس اللي باش تمشي للبحر ما ننساوش الاطفال الصغار، بربي ما يعوموش من غير مريول من فوق وقبعه بيان سور، خاطر الاطفال الصغار جلدتهم حساسه، ما يلزمش يقعدوا فتره طويله في الماء، يلزم فترات متقطعه كما قلنا تحت الباراسول، وماذا بينا ما يعوموش الفتره هذيك بين 11 وما 3 تاع العشيه، نشربوهم برشا ماء، يلزم الناس الكل تتفقد روحها، وخاصه احنا اللي عندنا طفل صغير ولا راجل كبير ولا امراه مسنه في الدار، نفكروهم باش يشربوا ديما الماء، الكميه نتاع الماء في الطقس العادي لتر ونص لجسم الانسان، وقت اللي تبدا فما الحراره مرتفعه والناس تتنقل وتعمل مجهود، يلزم هذه تتضاعف الكميه ونشربوها على طول النهار. فما حاجه اخرى زادة باش ننبهوا لها، هي اللي نقعدوا في الاماكن اللي فيها المكيف ونخرجوا، معناها الاماكن اللي ماهيش مكيفه، ولا في السياره يكون مكيف ونخرجوا، هذاك لو شوك تيرميك راهو يقلق الصحه برشا وينجم يكون عنده عواقب كبيره. اللباس يكون قطني خفاف، معناها خفيف، ماذا بينا الصغار واللي جلدتهم حساسه يلبسوا معناها كم طويل شويه ما يخليوش معناها الجسم يكون متعرض، والقبعات معناها حاجه مهمه برشا.